افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي مركز استدامة للحرف التراثية والمشغولات اليدوية بقرية حنون بمركز زفتة بمحافظة الغربية، إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذا لحملة إيد واحدة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري. تمكين المرأة الريفية اقتصادياً ومواصلة افتتاح المزيد من المشروعات التنموية والخدمات هدف تسعى إليه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين. محافظة الغربية كانت على موعد مع زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ووزير العمل محمد جبران وكذلك رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السفيرة نبيلة مكرم ومسؤول مؤسسة صناع الخير للتنمية برفقة المحافظ أشرف الجندي، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات وتوزيع فرص عمل على عدد من ذوي الهمم. مستفيدين من الفعاليات على المدى المتوسط والمدى البعيد عشرات بل مئات الأسر من أهالي القرية والقرى المجاورة هيستفادوا من مشروعات صناع الخير، ومن المدرسة اللي بيتم افتتاحها سلاسل المشروعات اللي بيتم افتتاحها النهاردة بتتم جميعا في إطار تنفيذ أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار تنفيذ مخططات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الوفد قام بافتتاح مركز استدامة لتأهيل وتمكين المرأة الريفية بقرية حنون مركز زفتة، حيث يضم ورش تدريب وخطوط إنتاج لعدد من الحرف اليدوية والمشغولات التراثية. جيت هنا كنت بدور على شغل فلقيت الإعلان، فبعد الإعلان جيت قدمت بالبطاقة، بعد كده هم رنوا عليا وجيت هنا. أنا ما كنتش أعرف عن مهنة الخياطة حاجة، فجم كان في المدرب الأستاذ عاطف هو المدرب بتاعنا، هو اللي علمنا الخياطة، علمنا اللي احنا نعتمد ازاي نطلع مثلا قطعة نعتمد على نفسنا، وعلمنا حاجات كتير. فتح لي باب رزق ان انا اقدر اصرف على اولادي واجيب لهم نفسهم فيه، والمكان كويس يعني ان هو قادر ان انا اشتغل واعتمد على نفسي واجيب نفسي فيه. الزيارة شملت كذلك تفقد الوفد لفعاليات نموذج المحاكاة البنكية تحويش في بنك، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة لتشجيع الفتيات والسيدات للحصول على الخدمات البنكية بطريقة فعالة. الوفد تفقد كذلك قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة بالغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تم افتتاح مدرسة حنون الثانوية بنات عقب أعمال التطوير من قبل مؤسسة صناع الخير، وحرص الوفد على تسليم جوائز لأوائل خريجي مراكز التدريب التابعة لمديرية العمل عدد 10 ماكينات خياطة وشهادات اجتياز الدورة، وتسليم 8 شهادات إنهاء دورة الحاسب الآلي لذوي الهمم من المكفوفين، إلى جانب تسليم 5 عقود عمل لذوي الهمم.